بأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أكشف الجماعة بالشرطة الأطلسية ومحطة التحديد لهاتف النقال، وكذلك الفصل المتعلق بسيارات الإسعاف المجهزة لنقل المرضى والجرحى وسيارات نقل الموتى. أوصت اللجنة بعد الدراسة وبعد دراسة الحيثيات وأسباب النزول مقارنة بالواقع المحلي، ارتأت المصادقة على التعديل المقترح وفق الوثيقة ووثيقة المرفقة لمشروع القرار الجبالي. النقطة الثالثة المتعلقة بالدراسة وإبداء الرأي في محضر لجنة تقييم البقعة الأرضية الكامنة في تجزئة المغرب الجديد، حيث بناء مشروع القاعة المغطاة للرياضة. أوصت اللجنة كذلك بالمصادقة على محضر التقييم حسب مبلغ 200 درهم للمتر المربع حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذا المشروع الرياضي الهام وإتمام أشغال بهذه القاعة الرياضية. النقطة الرابعة دراسة وإبداء الرأي في بيع المواد الغابوية. أوصت اللجنة المجلس بالمصادقة على بيع المنتوج الغابوي مع توصية للمدير، مع هناك كانت التوصية نظرا كان إلى السيد المدير لإعداد يوم دراسي مع مركز المياه والغابات وحارة التصاميم بتقديم عرض مفصل حول الغابة أمام السادة أعضاء المجلس. هذا كان بناء على طلب ديال السادة أعضاء المجلس السيد المدير. النقطة الخامسة المتعلقة بالدراسة وإبداء الرأي في اتفاقية شراكة بين الجماعة العالمية ومفوض قضائي. صوتت اللجنة من حيث المبدأ على اتفاقية إطار على أساس أن يتم فتح باب تقديم الطلبات أمام جميع السادة والسيدات المفوضين القضائيين التابعين لنفوذ المحكمة الابتدائية بالعرائش ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص. كما أوصت لجنة المجلس بتكليف كل من قسم الجبايات والتشغال والممتلكات في إحدى الدراسة حول عدد التبليغات والاستشعارات والمعاينات التي من الممكن للجماعة تبليغها سنويا حتى تتمكن من وضع اتفاقية دقيقة حول المبلغ المستحق للمفوض القضائي. النقطة المتعلقة بالدراسة وإبداء الرأي في توزيع الدعم على الجمعيات والأندية والفرق الرياضية بخصوص هذه النقطة، أوصت اللجنة المجلس باصدار توصية تقضي باحترام النظام الداخلي للمجلس أو تغييره، خصوصا المادة 50 منه والتي تشير بشكل واضح على أن اللجنات المالية تخص بدورها تختص دون غيرها من اللجان دائما المجلس بدراسه وتقديم تقارير عن كل ما له علاقه مباشره او غير مباشره بمجال البرمجه والشؤون الاقتصاديه والميزانيه والماليه، وتختص ايضا طبقا لنفس الماده بتطبيق توصيات في هذا المجال تمويل مشاريع مقرره. وبناء عليه فان اختصاص اللجنه الماليه في دراسه مقترح توزيع الدعم المالي عن الجمعيات في مختلف اصنافها ينعقد باللجنه الماليه كذلك والشؤون الماليه والبرمجه. وشكرا.